أجندة سنتي. في أجندة سنتي نقدم لكم أهم المواعيد الطبية والعلمية خاصة لأطبائنا التوانسة. واليوم باش نحكي لكم على ندوة جوالية حول التصرف في النفايات الكيميائية والنفايات الطبية الخطرة. هذا باش يكون بتاريخ 3/4/5/2022. وفي إطار المساهمة في إيجاد بدائل مستدامة وصياغة عمل ملائمة لمجابهة أحد أبرز وأخطر إشكاليات البيئية المطروحة في بلادنا وفي العالم، تعقد جمعية أفاق لقوات الأمن الداخلي وديوانة تحت إشراف وزارة البيئة ندوة دولية حول التصرف في النفايات الكيميائية الخطرة بمختلف أصنافها بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات المعنية وهيكل الدولة ومؤسساتها المدخلة في المجال. وتهدف هذه الندوة من خلال مختلف أنشطتها إلى تشخيص الواقع الحالي للتصرف في النفايات الكيميائية، تبادل الخبرات والتجارب، إبراز ممارسات الدولية الفضلة في مجال التصرف في النفايات. أكثر التفاصيل نجموا تلقاو لان ديسكريبسيون على الباج أوفيسيال فيسبوك لراديو الحياة فام إذا تلقى روان للصح. كانت هذه أجندة سنتي بالنسبة لليوم. أجندة سنتي.